بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. التيارات الإسلامية في مصر لديها عدة أصول وروافد، البعض يعتقد أن هي فقط جماعة الإخوان المسلمين. تنبه البعض في الآونة الأخيرة إلى دور ما يعرف باسم الجماعة الإسلامية كتيار إسلامي قوي لم يتم إلقاء الضوء عليه منذ أن تم التخطيط والتنفيذ لاغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1981. هذا العمل كان من التخطيط والتنفيذ لهذه الجماعة، وهذه الجماعة كان لها أنشطة كثيرة جدا، منها ما حدث في الأقصر، منها ما حدث في محافظات الصعيد، منها المصادمات مع الشرطة، منها أيضا أعمال عسكرية شديدة الوطأة تكاد تكون أقوى تيار في الانتقال من حالة العمل التطوعي أو العمل الدعوي أو العمل السياسي إلى العمل الجهادي الذي يصل إلى استخدام العنف، والبعض يسميه جهادا والبعض يسميه الإرهاب. كل القوى ترى بعضها البعض بمناظير مختلفة أو برؤى مختلفة. ممكن تقسيم التيارات الإسلامية في مصر على أن التيار الأكبر والكاسح هو تيار جماعة الإخوان، يلي القوى السلفية التي ظهرت بقوة بعد ثورة 2011، واكتشف البعض أن هناك قوى سلفية تعد بالملايين، ثم تيار الجماعة الإسلامية الذي أظهر قوى في سوهاج منذ عدة أيام وقام باستعراض القوى، وهو ينتظم تحت مجموعة من الأحزاب المدنية أو موجود بشكله الدعوي في كثير من المساجد، وتعتبر أقوى نقاط له في القوة في الصعيد ومدينة الإسكندرية. أيضا يأتي التيار الرابع، وهو تيار مهم من الناحية المدنية، وهو تيار حزب الوسط. إذا نحن نتحدث عن الإخوان، نتحدث عن السلفيين، الجماعة الإسلامية، حزب الوسط، كل هذه القوى تتفاوض ما بين الملايين وعدة الآلاف وما بينها. ضيفنا وضيفكم في حلقة اليوم هو رجل حكم عليه بالإعدام عدة مرات، ثم كان رأسه مطلوبا في العديد من دول العالم، الشرطة المصرية اعتبرته من أخطر الرجال. ضيفنا وضيفكم هو الشيخ رفاعي أحمد طه المعروف باسم أبو ياسر، وهو ولد عام 1975 وتولى رئاسة الجناح العسكري في الجماعة الإسلامية، وتنقل ما بين كثير من السجون سواء إذا كانت السجون المصرية أو السودانية أو الإيرانية أو الأفغانية، عرف بعلاقاته الجهادية على مستوى العالم، وأيضا عرف بمواقفه أو رؤاه المتشددة. البعض يراها تميل إلى العنف الشديد، والبعض يراها منسجمة مع الفكر الجهادي أو السلفية الجهادي. كل هذه الأمور نريد أن نلقي عليها الضوء في مع ضيفنا اليوم لنفهم ما هي أفكار الجماعة الإسلامية، وهل هناك تفكير إلى عنف أو جهاد آخر، وهل في ظل دولة مدنية يحكمها حاكم ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي، هل يجوز مرة أخرى إلى التفكير في العنف أو الجهاد، وما هي صورة المستقبل، وما هي رؤى لطبيعة الأزمة المستحكمة بين الحكم والمعارضة في البلاد. أنا وزميلي الدكتور معتز عبد الفتاح سنحاول أن نفهم دور الجماعة الإسلامية في الحياة السياسية الحالية والمقبلة، وأفكار أحد أهم أقطابها الشيخ رفاعي أحمد طه أو أبو ياسر. بعد الاستراحة تابعوني.